الإدارية وتعليق على هذه القرارات. يحضر معنا في المباشر المحلل السياسي سي عبد اللطيف بودربالة. سي عبد اللطيف مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا. مساء النور، مرحبا بك. شكرا مستمعي ديوان فام. يفضل. لقب دربالة مش دربالة مش بودربالة، دربالة فوالا. مرحبا بك، شحالك سي عبد؟ الحمد لله. استمعت إلى الحمد لله، استمعت إلى بيان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، قراءتك لهذه القرارات؟ هناك من يقول اليوم ماهوش وقته باش نمشيو للإضرابات، فما شكون يقول ما عادش فما حل قدام الاتحاد لأنه يمشي للإضرابات. شو كيفاش ترى مع سي عبد اللطيف هذه القرارات؟ وي سي عبد اللطيف مانيش نسمعوا فيه، نعاودوا نتصلوا بسي عبد اللطيف. ابارامون التغطيه ماهيش ولا بد. ذكركم اليوم الهيئه الاداريه انهت اشغالها اليوم، وسامي الطهري قام بكلمه اعلن فيها عن قرارات الهيئه. نحاولوا في المباشر باش ناخذوا مع بعضنا المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة حتى نعلق على هذه القرارات. كما قلت لك شويه، فما شكون ران والاتحاد ماش عنده حل اليوم لانه يمشي نحو الإضراب، وهناك من يرى أنه مش وقت اليوم لبلاد هي تغفق بطبيعتها، مهوش وقت إضرابات بالكل. بين هذا وذاك كيف يرى المحلل السياسي عبد اللطيف بودربالة؟ بعد الموسيقى نرجعوا له، يلا نمشي للموسيقى ثم نرجع ناخذه معنا في المباشر. في 60 دقيقة. سي عبد اللطيف مرحبا بك. شكرا. شنو حوالك؟ الحمد لله. قلت بين من يرى انه ما عادش فما حل قدام الاتحاد لانه يذهب الى الاضراب، وبين من يرى انه مش وقته اليوم الاضراب، كيف ترى قرارات الهيئة الإدارية؟ الهيئة الإدارية تجي في وقت يبدو انه حرج جدا بالنسبة لاتحاد الشغل. اتحاد الشغل اليوم في موقف لا يحسد عليه. الاتحاد الشغل كان مساند يعني قوي لما فعله رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، الشيء الذي يراه البعض انقلابا، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل يراه يعني تغيير ايجابي في الحكم ومحاولة لانقاذ البلاد، وكان مساند. لكنه فوجئ في البداية بانه همش منذ 25 جويلية 2021، ثم شيئا فشيئا يرى نفسه أصبح مستهدفا من قبل السلطة، وبرغم كل مساندته لهذه السلطة ولرئيس الجمهورية كيف سعيد، وبالتالي فهو من جهة يصعب عليه أن يحارب السلطة الجديدة الآن، و يعني سيعتبر جميع ذلك بمثابة الفشل للاتحاد أو ضياع البوصلة أو خيار خاطئ، وفي نفس الوقت يرى نفسه مستهدفا أكثر فأكثر يوم بعد يوم، وكأنه يعني في حرج من رد الفعل بالطريقة التي كان يرد بها الفعل طوال العشر سنوات الفائتة مع كل الحكومات المتعاقبة منذ سقوط نظام بن علي حتى مجيء 25 جويلية 2021، ويعني جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد لكل السلطات بيده، وبالتالي أصبح هو السلطة الوحيدة في مواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل يرى أن رئيس الجمهورية يذهب وكأنه إلى مواجهة على الاتحاد وإلى محاولة لتحجيم دوره السياسي، ويعني ما يعتبره البعض تجاوز لدوره النقابي. لا، هو الرئيس اليوم قال أصبح العمل النقابي غطاء لمآرب سياسية، وهذا ما رفضه الاتحاد اليوم عقب الهيئة الإدارية، اعتبر أنه خطاب تخوين، خطاب تفرقة، خطاب تحريض، تجهيز ضد الاتحاد. أيضا معناتها قال هو خطاب تحريضي، محاولة يأس لثاني الاتحاد، وقال هو ذا الكل معناتها جراء رفض الاتحاد للمواقف متاعه، ومجراء مواقف الاتحاد الرفض لملئات صندوق النقد الدولي وبيع المؤسسات العمومية وغيره، معناتها من النقاط التي تحدث فيها اليوم الاتحاد. طبعا كل المواقف هي يعني أحيانا تكون متناقضة وأحيانا تذهب إلى حد السريالية، لأنه في نفس الوقت يعني الاتحاد على ماذا يعترض الآن؟ الاتحاد يعترض على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي،
وخصوصا فيما يخص رفع الدعم على المواد الأساسية الذي أتى به برنامج إصلاح المقترح من حكومة قيس سعيد. هي في نهاية الأمر البعض يقول أن حكومة نجلة بودن، لكن نعرف أنه بالدستور الذي وضعه قيس سعيد فإنه هذه الحكومة هي حكومته، هو الذي يحدد السياسة العامة للحكومة، هو الذي يحدد أهدافها، هو الذي يعطي الأوامر، هو الذي يعين رئيس الحكومة وأعضائها، وهو الذي يوجه عملهم، وبالتالي فهي حكومة رئيس الجمهورية وليست حكومة نجلة بودن. ولهذا البرنامج المقترح من حكومة قيس سعيد على صندوق النقد الدولي من جهة يعني يفترض رفع الدعم على المواد الأساسية، ومن جهة أخرى يفترض إيجاد حلول لبعض المؤسسات العمومية الخاسرة التي تثقل كاهل الدولة وميزانية الدولة والمالية العمومية، وذلك إما بالتفويت فيها كلها أو بفتح رأس مالها للقطاع الخاص أو لمستثمرين أجانب في نفس الوقت. هذه جزء نقاط الأساسية اللي عرضهم اتحاد الشغل. رئيس الجمهورية نفسه قيس سعيد كان صرح عديد المرات، آخرها كانت في تقريبا في أول ديسمبر 2019، يعني قبل تقريبا أسبوعين من الجلسة 19 ديسمبر التي كان يفترض أن ينظر فيها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في الموافقة النهائية على الاتفاق الذي توصلت إليه تونس، اتفاق الخبراء هذا يعني الاتفاق التقني الذي توصلت إليه تونس مع صندوق النقد. هو نفسه رئيس الجمهورية طمع عليه يقول في بيان في أعقاب يعني اجتماع مع رئيس الحكومة نجلة بودن، وصدر هذا البيان ذات ليلة بعد نصف الليل، ليقول أنه ضد، يكرر يعني قوله رفع الدعم ولن يقع تفويت في مؤسسة العمومية، إنما سيقع إنقاذها وتحسين أدائها. يعني هذا يفترض أنه على نفس الخط مع اتحاد الشغل، لكنه في نفس الوقت بعض الجهات يعني القريبة من السلطة والقريبة من الحكم تقول وأنه من أبرز أسباب الخلاف الآن بين رئيس الجمهورية والاتحاد العام لتنسي الشغل هو شعور رئيس الجمهورية أن الاتحاد العام لتنسي الشغل وكأنه يعرق خطة الإنقاذ، ويؤدي ذلك إلى مزيد المصاعب وتأليب الرأي العام على نظام قيس سعيد الآن، باعتبار وأن هذا النظام يعاني أزمة مالية غير مسبوقة، وهو في حاجة لتمويلات أجنبية، وهذه التمويلات تمر تقريبا وجوبا باتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا الاتفاق يصعب تصوره بدون رفع دعم وبدون التفويت في المؤسسات العمومية وبدون بعض الإجراءات الأخرى الموجعة التي يقول اتحاد الشغل أنه لن يقبلها وسيناضل من أجلها من أجل إسقاطها. سي عبد اللطيف، هناك اليوم معنا الاتحاد اعتبر الخطاب متاع رئيس الجمهورية من سكنة العوينة بمثابة إعلان الحرب، هل في المقابل اليوم يرتقي بيان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى مثابة إعلان الحرب في 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 الجهة المقابلة على رئاسة الجمهورية على الحكومة أو لا؟ معناتها الاتحاد عمل هدنة اليوم في الحرب هذية؟ لا بتاتا، كما قلت لك من الأول يعني الاتحاد في وضع لا يحصد عليه، لأن مهاجمته رئيس الجمهورية هو بدون يعني يقول بدون أن يشعر سيقول ضمنيا وأن هناك فشل في الاتحاد في قرارها وفي توجهها بعد 25 جويلية، لأنه كانوا مساندين للرئيس، وإذا كان باش يهاجموه الآن كما يهاجمهم سيعترفون بأنهم أخطأوا القرار وأنهم أضاعوا البوصلة. احنا نلاحظوا أنه في وقت اللي رئيس الجمهورية يهاجم الاتحاد بقوة يعني وأحيانا بشرافة، فأنه الاتحاد اليوم يعني الهيئة الإدارية خطابها ما كانش على مستوى تصريحات رئيس الجمهورية، حتى أنك تلاحظ في الخطاب يعني يحكيوا على التهديدات و في الخطاب ندين نرفض نطالب نتمسك نحمل ظلا، معناتها جزء القرار الوحيد ندعو فقط، ربما النقطة الوحيدة تحركات نقابية جهوية وقطاعية ووطنية نعلن عليها في الإبان، والهيئة الإدارية مدعوة للانعقاد ضد أي طارئ. بالضبط، يعني ديما صيغه ملطفه، يعني مش صيغه مواجهه. نعرف احنا الاتحاد قبل كيفاش كان يحكي مع حكومات اخرين، نشوفوا اليوم ما هي صيغه مواجهه، ما هي صيغه انه على استعداد وسيفعل وكذا، لكنه
انت لاحظ حتى لما انتقدوا رئيس الجمهورية لم يسموه، يعني هو تصريحات قال رئيس الجمهورية قالوا أعلى هرم السلطة في السكنات. يعني ما نجموش يقولوا حتى تصريحات خارجة على رئيس الجمهورية، يعني فهمت يعني لآخر وقت هما يعني مازال عندهم أمل معناته بالضبط، وقاعدين يتجنبوا المواجهة ويتجنبوا أنه يسميه رئيس الجمهورية. هل هو موقف رصانة من الاتحاد؟ لا أعتقد مش موقف رسانة، وإنما أعتقد أنه موقف يعني ضعف أكثر منه شيء آخر. الاتحاد يعني في تاريخه مش في موقع قوة مع ترجمة صحيح بالضبط. الاتحاد في تاريخه هو كانت عنده مواجهات مع السلطة أحيانا، وأحيانا كانت السلطة تقوم باحتوائه. لاحظوا ديما أنه لما السلطة تكون قوية فإنه الاتحاد يكون ضعيف سياسيا نحكي. لما السلطة تضعف فإنه الاتحاد يكون قوي. خلال مثلا عهد بن علي كانت السلطة قوية ومركزية، الاتحاد كان يرفع في التحديات مع بن علي وهذا معروف، يعني تقريبا انخرط في العملية السياسية وأصبح بخلاف بعض التحركات النقابية لكن ما لم يكن له دور سياسي مركزي كبير. أو محوري. بعد الثورة بعد سقوط نظام بن علي لما جاءت حكومات ضعيفة نوعا ما فإنه الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح لاعب رئيسي في السياسة في تونس، وكان يمارس السياسة الند للند مع الحكومات، يعني مع الحكومات المتعاقبة، وكان يفرض آرائه ويسقط حتى بعض الحكومات ويسقط حتى تعيين بعض الأعضاء في الحكومات أو عزل بعض الأعضاء الآخرين. صوت ضاع كالعادة. نعرف شايفة شوفوا لي اسكور سي عبد اللطيف صوت المريقل. سي عبد اللطيف تفضل. قلت حتى أن البعض يقول أنه لما يتحدث اتحاد شغل على العشرية السوداء وعلى فشل الحكومة إلى آخره فإنه يتجاهل أنه كان هو نفسه كان لاعب رئيسي في السياسة وكان مساهم بطريقة بأخرى في الحكم وكان له نفوذ وكان يفرض بعض الآراء وبعض التوجهات وبعض القرارات، وبالتالي فهو مسؤول على ما حصل خلال هذه العشرية. اليوم بعد 25 جويلية 2021 لما تحصل قيس سعيد على زخم شعبي يعني كان كبير في وقت من الأوقات، الآن قاعد يتراجع ويتهرأ شيئا فشيئا بفعل الأزمة الاقتصادية وبفعل الفشل الذي يعانيه قيس سعيد في إدارة الحكم وفي الاستجابة لمطالب الشعب، فإنه منذ 25 جويلية بوجود زخم شعبي مع رئيس الجمهورية ضعف الاتحاد مرة أخرى، وقيس سعيد يعني شعر بذلك الضعف، يعتبره أن الفرصة الآن سانحة لمحاصرة الاتحاد العام التونسي للشغل وإبعاده عن المربع السياسي. هذاك علاش اليوم الهيئة الإدارية تحكي أنه لا مجال للتحكم في المربع الذي يتحرك فيه الاتحاد، لأنهم هم يعرفوا أنه رئيس الجمهورية يحاول تقليم أظافر الاتحاد وإبعاده عن السياسة وحصر دوره كما قال في خطاب فكرة العوينة أن لا يكون له تحركات نقابية بمآرب سياسية يعني. واضح. شكرا لفضلك يعطيك الصحة، شكرا على هذه القراءة. أخذينك على الطاير معناتها بعد الهيئة الإدارية وقرارات الهيئة الإدارية. شكرا للمحلل السياسي الأستاذ عبد اللطيف دربالة، شكرا لك يعطيك الصحة. نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخرى. شكرا وإلى اللقاء. يلا نصل معكم لقاءنا، مرحبا بكم. 8:42